السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين الكل يأمل في إعادة مباراة الكاميرون، يعني كل الجزائريين حتى وين حتى مسؤولين في الاتحادية وين راحوا يعني للشعبوية تاع الفيسبوك، يعني الكل وين يطمع في هذا الشعب من أجل يعني إعادة مباراة، يعني كلام تاع أوهام، بيع كلام وهمي. أنا نقولها لكم كيما هاك اللي بغيت، دروك ولينا نهضروا ولينا بنادم يكذب على روحه، قاعد يكذب على روحه. كاش من الناس هي تكذب عليكم وصعيك، معمرينكم كذب، نبخوكم بالكذب وصعيك. ناس درسوا شكايش من كاش، رام يغتيلوا عليكم، رام يجرجروا فيكم وصعيك. هذه هي. ونشوف لي عاير ولا يكذب ولا يكذب ولا حاجه، هاي جايه البنتيا ونشوفوا، هاي جايه البنتيا. كيما داك اللي قال لكم باللي 14 يخرج الخبر، 14 نشوفوا الخبر غدوه، ديما يقول لك نقارعوا لكم حتى الجمعه، نقارعوا لكم حتى السبت. هيا جيبوا لنا الخبر باللي يتعاود، هيا 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 خلونا نقولوا تحيه الجزائر، وهي نروحوا للكوب دي موند، هيا تحيه المنتخب الوطني الجزائري، ماشي اشخاص. انا مانيش تاع اشخاص، انا منتخب وطني جزائري اللي ما رانيش مامن باللي البارتيات تعاود. ما خدش عليه، ما كان اللي يهدر لك على تاع مصر. انا واحد شتو داير بيبلي تاع مصر، هذيك تاع مصر 93 خبطوا الغارديا، خبطوه ببلوكا، يعني الفيديو خبطوه ببلوكا، والاربيت دار في التصريح تاعو خاف اللي يقتلوه، هدوه بالقتل سي محمد. الاربيت قال له ساعة ميدة لعب بلا ساعة، كي تمركا البند قالوا له صفر، خاف. ومن بعد عاودوا البارتية في ليون، ومصر خسرت 1-0 في ليون. هذه هي ما التالي كاع تقول باللي تاع السنغال ما تاع جنوب افريقيا. لاربيت اعترف رهانات، داخل في الرهانات والرشوه وكلش، بارتيات عاودت. تاع هذيك اوزباكستان مع الاخرى فانيك. حنا المهم نقارعوا ونشوفوا، يعني انا مشاني باغي هذول تاع الناس هذول ما يكذبوا علينا وصحيح. هذه هي، ما حنا قاصا ما خسرنا، قاسامة ماشي لاربيت، قاسامة ليدر عطار طروا، خاص كاين زوج قاسامة، كاين قاسامة كان في الصونت، وقاسامة كان قاعد في لاني تاع التوش، ليدر عطار طروا. هذه هي. وأكدت الاتحادية الجزائرية الشعبوية لكرة القدم الفاف قبول الطعن الذي تقدمت به الاتحادية الجزائرية للعبة بشأن مباراة الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم بقطر أمام الكاميرون، وتأهل الكاميرون إلى نهائيات مونديال قطر بعد فوزه على المحاربين بنتيجة 1-2 بعد امتداد مواجهة للأشواط الإضافية في مباراة التي جمعت المنتخبين في 29 مارس الماضي على الملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة ضمن منافسة إياب الدور الفاصل من تصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال، وعلما أن المنتخب الوطني تفوق في مواجهة الذهاب بهدف نظيف، وكانت الفاف قد تقدمت باحتجاج لدى الفيفا لمطالبة بإعادة المباراة الإياب أمام الكاميرون، والتي شهدت تعرض المنتخب الوطني لخسارة قاسية بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل من طرف الحكم قاسامة اللي كان في الصوت بعد احتسابه لهدف مشكوك بصحة الكاميرون، إذ خطأ على الحارس مبولحي ورفضه لهدف صحيح لمهاجم اسلام سليماني. وان اكدت الفاف عبر موقعها الرسمي اول امس ان الاتحاد الجزائري لكره القدم يعلم ان الطعن الذي تقدم به سيحل على لجنه الانضباط للاتحاد الدولي لكره القدم للنظر فيه يوم 21 ابريل الجاري. ويذكر ان الاتحاد الجزائري لكره القدم تقدم بطعن رسمي امام الاتحاد الدولي فيفا ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصل بين الجزائر والكاميرون. وأضاف الاتحاد أنه مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونيا لاستعادة حقوقه وإعادة مباراة في ظل شروط
تضمن نزاهة التحكيم وحيادته، كما طلبت فتح تحقيق من قبل الفيفا لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون، ولم تقدم الفاف أي تفاصيل أخرى بخصوص القرار المرتقب إصداره من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو أي تلميحات بخصوص إمكانية إعادة المباراة في وقت. ترى بعض المصادر أن هذا الإجراء أمر شكلي لن يسفر عنه أي قرار بإعادة المواجهة أو حرمان الكاميرون من بلوغ المونديال 2022. عمارة وين قال لهم طلبنا تحقيق الفيفا في الأمور التقنية تتعلق بمقابلة، وين قال الشيخ الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني أن الاتحاد قدمت بفعل طلب للفيفا بفتح تحقيق في أمور تقنية. يعني راحتنا الرب العالي راحت لك هنا يما قاسامة طهل صنق قاسامة تاعنا طهل صنق إيه راحت إن أنا مراني نفكر مين يشوف الناس يقولك بلي غادي تعاود بارتي ياما يا ودي ما كاش كاع ناسهم شادين في ذاك الخيط شادين خيط تاع مشراكة ولا ماك يسموه ناس يحوسوا على ليبي يحوسوا يخلصوا يحوسوا منا معليش كيما يقولك درسوا العاطفة تاع الشعب الجزائري راهم يشوفوا بلي ودي راهم ويا ما كاش منها ما هنايا يا رب العالي باقي زوج دقايق رابح باقي لك 15 سيكوند رابح نتايا باقي 15 ثانية رابح 15 ثانية كنا رابحين زيد قارع القصامة نتايا قارع الفيفا تعطيك الماتش نتايا 15 ثانية وانت رابح باقي 15 ثانية رابحين توش خسرنا مين تفكرها نتقود كاع من راسي كاع والله العظيم ونقود من الناس هذول يقول لك بارديا نعاودوها والله وتعاود لك كاميرون لا ضربتك بربعة على حساب اللعابة اللي كيما راني نشوف اللعابة تاعنا والله لا ضربتنا بربعة كاميرون والله ويعاودوا البارديا لا ضربونا بربعة انا نقولها لك والله لا ضربونا بربعة البارديا هذه كنت تعاود لك ما يعاودوهاش اصلا ما غاديش يعاودوها اصلا غادي يخرجوا بالك 20,000 دولار ولا مع شحال بروسي للاتحاديه ويعاقبونا واحد الكات ماتش عقلوا عليا اش راني نقول لكم اي لجنه انضباط هذه غادي الناس المصري يدافع كاع غادي يدرسوهم هذو تاع نيجيريا غادي يهردوها يعني ما السنغال يهردوها خاطش ما استقبلتش مصر مليح وكلش والمغرب كاليفات علاش كانت بالكونغو علاش كانت بالكونغو علاش كانوا كيزيدو يعاقبوا الكونغو ماديا هذه هي وين جاءنا هذا المكلف بالاعلام اللي راهم طردينها مكلف بالاعلام وين قالوا لدينا ادله تقنيه حول اخطاء قاسامة كان وين مكلف بالاعلام على مستوى الفاف قد اوضح في تصريح اعلامي مؤخرا بشان قضية الطعن الذي تقدمت به الاتحادية ضد الحاكم قاسامة وقال صالح بي عبود في تصريحات توجد هناك أدلة تقنية بخصوص المباراة ضد المنتخب الكاميروني وننتظر أن يتم إنصافنا وتابع صالح بي عبود حديثه قائلا نملك أدلة تقنية حول أخطاء تحكيم الحاكم قاسامة ولا نملك أدلة أخلاقية على بالك بلي والله بالعاني شوف هذو الناس هذو مشراكة وهذو الناس هذو اللي هم يديروا في والله لهم يبهدلوا في الجزائر بالعاني قسما بالله لا بالعاني والله لهم يشوهوا في صورة الجزائر لا بالعاني والله العظيم وما الناس اللي كانوا في البليدة كانوا يتفرجوا كي صفر استاتك ما صايخوا فرحت والله العظيم يا ذا مشراكة هذا وهذو الناس هذو اللي معروفين المعروفين الانتماء تاعهم معروفين الانتماء تاعهم والله العظيم لا بالعالي والله العظيم اللي خص يشوهوا في الصورة تاع الجزائر بهدلونا رانا اكثر من المصريين دومينا والله يا الناس لا يضحك علينا بهدلونا الله يبهدلكم بهدلتونا الله يبهدلكم بارتيه هنا راحت لك في كاس سيكوند بيتروح تجيب انت بالكواعد انت بارتيه في رجليك بارتيه تلعب في الرجلين
راحت لنا بغيت تروح تجيب انت بالكواط وبالترافيك ترافيكي لي فيديو تجيب لنا فيديو تجيب لنا تاع الفار راهي تاع الفار زيدوا هادو على تاع الفار على حبستوا عليها تاع الفار قال لك ليغا صابا دايرين تريكاج بالليغا صابا داير هاك وتاع الفار يهضروا معاه هيا هضروا عليها وين راهي هذيك وانت مش راكا ولا معك تسمى مشكارة ولا شكارة حليب ولا هذاك الحلوف لا طاي تاع الحلوف هذا وري الأدلة وري الأدلة ما تبغاش تكذب وري الأدلة لا تكذب هذه اللي نقولها لك أنا عاد تكذب على الغاشي بهدلت بهدلتوا الجزائر الله يبهدلكم